السلام عليكم. سفارينية المتن كنت أريد على ما وصلنا إليه بعد إذن حضراتكم. نعم ممتاز. الباب في ذكر الإمامة ومتعلقات الإمامة. مسألة الإمامة مسألة عظيمة جدا، مسألة نفيسة، نحن يعني نحتاج إلى فقهها اليوم، لأنه عندنا غلو ودفو والوسط لا يظهر. عندنا في هذه المسألة غلو ودفو والوسط لا يظهر. جزاك الله خيرا يا سلام، أحسن الله إليك وجعلك دائما ثابتا على هذا الخير. رجاء لا تتقاعس، لا تقصر، وأنت لست متقاعسا ولا مقصرا، لكن أنا أوصي حريصا الآن وأقول هذه لله، فكن على فهم جيد أن ما كان لله لابد أن تعد عليه بالنواجذ، ولابد أن تبقى له لأنه لله ليس لأحد، لا لي ولا لك ولا لأحد. هذه ما كان لله فكن أتقن ما تكون عندما تقدمه. ولذلك الله كل خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. فهو بيقول الآن لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. وهذه فقط، شوف عقيدة السفارين هنا فيها الرد القوي على من ابتدع في دين الله وقال بشغول الزمان ولي أمر. هذه بدعة مميتة يتلقفها طائفة الروافض الخبثاء الذين يقولون بولاية الفقيه، وهذه أنا أراها بدعة متكاملة الأركان، بدعة كبرى أن يقول بشغول الزمان من ولي أمر. هذا لا يكون إلا في مقال سلم، ولو أن تعض على أصل شجرة في الفتن المزمنة التي تأتي إلى آخر الساعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 84 يا أستاذ، 84 أين كنت في الدرس الأول؟ أخشى أن ترده بعد ذلك إلى 54. حافظك رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامة أقول مسألة القول بشغول الزمان على ما قال في غاس الأمم فيه نظر كبير وفيه أخذ ورد، لسنا بصدد التفصيل فيه، لكننا سنؤسس لولاة الأمور. نقول أمة الإسلام، وقال لا غنى لأمة الإسلام، أمة الإسلام أحوج ما تكون إلى ولي الأمر. مسألة ولاة الأمور مسألة اعتقاد السلف في ذلك أن الأمة الإسلامية لا يصح أن تخلو من ولي الأمر، فإن سداد الأمة ورشاد الأمة بوجود ولي أمر ولو كان ظالما ولو كان فاسقا. لابد أن تلتئم الأمة على ولي أمر لينتظم الأمر، ولا تكون الفوضى والفساد المستشري. لابد لهذه الأمة من ولي أمر. لتعلم عظم المسألة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد عندما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال وعظانا من سلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال لهم عليكم بالسمع والطاعة. هذه أول وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شوف انظرنا، حتى لو لم تتكامل الشروط بل لم تتوفر لم يكن فيه شرط إلا أنه تأمر غلب فتأمر وجب السمع والطاعة غير معصية الله. قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عن الجميع على السمع والطاعة. قال جرير بن عبد الله البجري في صحيح مسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وحديث عبادة الطويل في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره في يسرنا وعسرنا وأثرة علينا. قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. وفي حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة حديث أسرياء جاءت على المرء السمع والطاعة لما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع والطاعة ولا سوى طاعة. وقال إنما الطاعة في المعروف. قال إنما الطاعة في المعروف. فلذلك قال في كل عصر كان عن إمامي.
هي تبقى مسألة أنا أتي بها في الإجماع طبعا مش تفصيل، تبقى مسألة مسألة تعدد الأئمة، وإلا فالجميع يجتمعون على خليفة والبقية الباقية تحته. نعم وكلاء. لكن قول المعتزلة هنا في هذا الباب قول رائج، وهو القول بتعدد الأئمة. وفي عصرنا هذا نعم يجوز تعدد الأئمة، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب على تعدد الأئمة. نعم هذا الراجح الصحيح يجوز، ففي كل دولة من الدول لها رئيس، وهذا الرئيس هو ولي أمرها، وتتعدد الولاة، تتعدد الولاة والحاجة إلى ذلك داعية، الحاجة إلى ذلك داعية. وإلا فقد ارتضى أهل الشام بخلافة بإمارة معاوية، وارتضى أهل العراق بإمارة علي بن أبي طالب، وكانت المنازعة موجودة. لكن هذا أصل فيما نقول به بأنه يجوز التعددية. نعم يجوز تعدد الأئمة بكل قطر يكون له إمام، نعم يجوز ذلك. فيبقى أن نقول كل إمام على رعية لا غنى الأمة عن هذا الإمام. والحق أن هناك حقوق على الإمام وحقوق للإمام. نبدأ بالحقوق التي على الإمام، وهو عددها المصنف، لكننا سنجمل إجمالا بعض الحقوق ونمر على ما قاله المصنف في ما على الإمام من واجبات. أهم وظائف ولي الأمر، نعم إذن إلى وظائف ولي الأمر، من أهم وظائف ولي الأمر الإصلاح، استقامة الدين وإصلاح الدنيا. أهم وظائف ولي الأمر استقامة الدين وصلاح الدنيا. فأعظم وظائف ولي الأمر استقامة الدين، أعظم وظائف ولي الأمر استقامة الدين، بأن ينصر دين الله جل وعلا بانتشار السنن، كما كان عمر بن عبد العزيز جمع العلماء وأمر بتدوين السنة ونشرها بين الناس والعمل بها. وجب على ولي الأمر استقامة الدين، هذه أهم وظائفه، أن ينصر دين الله جل وعلا. وأعظم وسائل نصرة الدين نشر السنة وقمع البدعة، هذه أعظم وسيلة يصل بها ولي الأمر إلى نصرة الدين لا جل وعلا، نشر السنة وقمع البدعة. فإن كان ممن ينشر البدعة ويخفي السنة فقد خالف مهمته العظيمة، وهذه تنبئ بزوال الملك. انتشار البدع ينبئ بزوال الملك، فإن بدعة الجهمية التي انتشرت في الخلافة الأموية فوضت أركانها، وبدعة خلق القرآن بمفردة مفردات بدعة الجهمية أيضا، وبدعة خلق القرآن كانت سببا في تقويض الخلافة العباسية. فالبدع هدامة للأمم كما أنها هدامة للدين. قال النبي الأمين: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وصلاح الدنيا برفع الظلم ونشر العدل واستواء الأمر وجمع الزكوات وسد الخلات وقضاء الحاجات، هذه كلها من وظائف ولي الأمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ضرب لنا أروع الأمثلة، وحدى وسار على نهجه عمر بن عبد العزيز، وعلى المضمار سار هارون الرشيد. هذه أهم وظائف ولي الأمر في هذا الباب، خامة الدين وصلاح الدنيا. وقد بين المصنف بكثير من
مهام ولي الأمر هذا ما عليه وما له، له السمع والطاعة، له السمع والطاعة في المنشط والمكره في اليسر والعسر، وحرمة الخروج عليه وتأليب الناس عليه مع وجوب التوقير والاحترام وعدم التعدي عليه. هذا كله منصوص عليه كما قال الله تعالى: يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فقال النبي: عليكم السمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد الحبشي راسه كالنوز، وحرمه الخروج عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عباده لانه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه، قال: والا ننازع الامر اهله، قال: والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ولذلك لما سارت حديث ام سلمة: ياتي امراء تعرفون وتنكرون، قالوا: يا رسول الله، افلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، لا ما صلوا، لا ما اقاموا فيكم الصلاه. والخروج على ولاة الامور من فعل الخوارج، وفيه ما فيه من الفساد والإفساد. وله النصح أيضا، يجب له النصح. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، بأن يجعل الله لهم بطانة الخير تعينهم على الخير وتدلهم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يغل عليهن قلب امرئ مسلم، والنصح لولاة الأمور، منها الدعاء. ولذلك قال أحمد: لو لي دعوة مستجابة أعلمها مستجابة تخبتها لولي الأمر. وقال ابن عيينة والقاضي عياض: وإني لأدعو له. وهذا قول الثوري أيضا، وهذه عقيدة السلف. ومن النصح له الإنكار على ما يقع فيه من المنكرات سرا لا جهرا. حديث عبد الله بن غنم قال: من أنكر من وليه من شيء فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبديها علانية. ولذلك لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح هذا الرجل على عثمان رضي الله عنه؟ قال: وكلما راجعت تعلمون لا أكون أول من يفتح هذا الباب، باب الفتنة. وكان ينصحه سرا، هذا من دأب علمائنا المتقدمين والمتأخرين. النووي كان يبعث لبيبرس بالنصيحة مكتوبة. فهذا ما له وما عليه إجمالا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعجبني ما قاله ابن المبارك أو غيره: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إن أردت أن تهلك قوما فسود الجاهل، إن أردت أن تهلك قوما فقدم الجاهل قائدا له. قال المصنف رحمه الله تعالى: يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. ذكر المصنف هنا أعمال ولي الأمر: يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. يذب عنها كل ذي جحود، يعني كل من كفر وأراد أن يقع في هذه الأمة أو يشكك لها في أمر دينها، كأهل الزندقة
والعلمانية وأهل الكفر والطغيان والاستشراق والتغريب، وأجب علي أن يصد هؤلاء. وجب علي أن يصد هؤلاء، ووجب علي نصرة الدين بدفع هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يريدون تشكيك الناس في أمورهم، يجب علي ذلك، ونصرة الدين بدحض الشبهات وقطع الأفكار الخبيثة من أعظم ألوان الجهاد. هذا الذي قالها العالم النبيل شيخ نباز عندما قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود، يعتني بالغزو، الغزو غزوان، والجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع. وأما جهاد الطلب فهذا عز في هذا الزمان، والله المستعان. ضعفت الأمة الإسلامية حتى تحققت فيها النبوءة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الله المستعان. ولا ينجعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يجعلن ولا يضعن في 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 قلوبكم في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فجهاد الطلب عز في هذا الزمان لضعف الأمة الإسلامية، والله المستعان. نسأل الله أن يقوي الأمة الإسلامية وأن يردها إليه ردا جميلا. وأما جهاد الدفع فهذا فرض عين. إذا هاجم أهل الكفر على بلد من بلاد المسلمين وجب دفعهم بالإجماع، ونقل إجماع ابن تيمية وغيره، وقال ابن تيمية: وجب الدفع بالأظافر والنساء والأطفال. إن على أهل الكفر أهل الإسلام وجب دفعهم بالأظافر والنساء والأطفال. وإن قويت الأمة الإسلامية وجب عليها رد كل بلدة كانت تحت راية الإسلام إلى راية الإسلام. الله المستعان. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. طارق بن زياد وقف على البحر، قال: لو علمت أن خلف هذا البحر أحد لا يعبد الله جل وعلا ويشرك بالله شيئا لخطه حربا عليه. سبحان ربي العظيم. رب اغفر وارحم وتناوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الغفور. يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. ولابد أن نحافظ على حدود الأمة الإسلامية. صغور المرابطون أفضل الناس أعمالا وأعظم الناس شهادة عند الله جل في علاه. يجري له أعمالهم إلى يوم الدين، يجري لهم الأجر إلى يوم الدين. قال: يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود، كما فتح الأنصار عمر الخطاب رضي الله عنه وسد الثغور، وكما سد الثغور وحافظ على الحدود أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه برد أهل الردة. نقف عند هذه، ونسأل الله جل وعلا العز والنصرة للأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضلوا. نحن التفسير. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.